السلام عليكم، نرحب فيكم مع حلقة جديدة من برنامج بنيان، وبنيان من أجل الترابط الأسري. اليوم موضوعنا موضوع تربوي، نتكلم عن الطفل وتحمل المسؤولية. طبعا تحمل المسؤولية يعني خلق أساسي في الحياة، ولذلك الله عز وجل عرض الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. فالإنسان إذن هو اللي يحمل الأمانة، وما في إنسان يحمل الأمانة إلا لما يكون قادر على تحمل المسؤولية. الطفل هو إنسان صغير، وبالتالي لازم إحنا نربيه على تحمل المسؤولية، سواء كان مسؤولية إدارة الدنيا والحياة، أو يتحمل مسؤولية مصيره في الآخرة، أو مسؤولية حمل الرسالة والأمانة. طبعا علماء النفس يقولون أنه تبدأ تربية الطفل من تحمل المسؤولية من عمر 3 سنوات. أغلب الآباء والأمهات في بيوتهم يبدون يفكرون في تربية عيالهم تحمل المسؤولية بعمر 10، بعمر 15. طبعا هذا عمر متأخر. إحنا نبدأ من عمر 2 أو 3، ونبدأ نقول له هذه لعبتك، لعبتها، خلصت منها، شيلها، رجعها مكانها. قمت من غرفتك، هذا السرير رتبة، فسخت ملابسك، لا تقطهم على الأرض، الملابس قطهم بهالمكان. شفتوا التعليمات البسيطة هذه؟ هذه بداية تدريب الطفل على تحمل المسؤولية. فنبدأ من عمر 3. طبعا ممكن يستجيب وممكن يرفض، لكن أنا الحين ما يهمني يستجيب ويرفض، أنا يهمني أنه يسمعني أنا قاعد أعطيه التكليف، وأني أنا قاعد أرغب في تحمل المسؤولية، على اعتبار أني أنا الآن قاعد أسس. يمكن ما أنجح معاه بال3 سنوات، أنجح بال4، يمكن ما أنجح بال4 أنجح بال5، يمكن بال6، يمكن بال7، لكن المهم أني أبدأ التربية الصح. نشوف الله عز وجل في القرآن شنو قال في تحمل المسؤولية للأطفال وتربيتهم. يقول: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يتيم وبلغ، أعطيه فلوسه. إذن رب العالمين قاعد يقول لنا أنه هذا اليتيم بمجرد ما يبلغ، يمكن يبلغ عمره 13 سنة أعطيه الفلوس، 14 أعطيه الفلوس. شنو معنى هالكلام؟ معناته أني أنا ربيته تربية اقتصادية من طفولته، خليته يتحمل مسؤولية المال والإنفاق، خليته يتحمل مسؤولية نفسه، خليته يتحمل مسؤولية حياته، أنه يعيش معتمد على نفسه في الحياة، في الدراسة، في اللبس، في الأكل، في العلاقات، في التعامل. الآية هذا مضمونها. وبعدين قصة إبراهيم عليه السلام لما قال حق ولده إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. شرد عليه، قال: يا أبت افعل ما تؤمر. يعني تحمل مسؤولية الحياة والموت، تخيلوا، وهو إسماعيل عليه السلام في عمر صغير. ليش؟ لأن تربى على تحمل المسؤولية. في قصة في السيرة النبوية جميلة جدا في كيف النبي صلى الله عليه وسلم احترم قرار أحد الأطفال، لأنه لما يتخذ قرار معناته هو متحمل مسؤوليته. القصة أقراها لكم. حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يوما بشراب فشرب منه. على يمينه كان جالس غلام، وعن يساره كانوا كبار الصحابة. وتعرفون الإنسان لما يشرب يعطي لي على اليمين، ما يعطي لي على اليسار، لكن اللي على اليسار الكبار الصحابة، وعلى يمينه الغلام الصغير. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ايش تصرف وش نسوى؟ فهنا الرواية تقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اللي على يمينه: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. سؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم احترم قراره؟ الجواب نعم. هل عطى يشرب؟ الجواب نعم. هل قدم لكبار الصحابة اللي عليه سارة عليه؟ الجواب لا. هذا تعزيز لتحمل المسؤولية. فإذا نحن نربي عيالنا على تحمل المسؤولية هو منهج القرآن ومنهج السنة النبوية. ¶¶
خليني أقول لكم هذه القصص، قصص قصيرة وسريعة وصارت معي أنا شخصيا. في يوم من الأيام كنت ماخذ ولدي، كان يعني في مرحلة المتوسطة ورايح المدرسة، أوصله الصبح، فشفت واحد من الآباء جايب ولده وشايل جنطته. كان أكلم الأب، قلت له هذه جنطة منو؟ كان يقول هذه جنطة ولدي. قلت له أنت ليش شايلها؟ كان يقول يعني أساعده. قلت تبي رأيي؟ لا تساعده، خليه يتحمل مسؤولية كتبه ويتحمل مسؤولية جنطته. إذا من الحين أنت تحملت عنا المسؤولية، باكر إذا كبر يدور أحد يشيل عنا المسؤولية. قال ها؟ والله ما فكرت فيها. قصة ثانية، قاعد في الطيارة أنا وفي ولد عمره 10 سنين مع أمه. المهم جاءت المضيفة، فعلى طول تكلمت الأم، كانت تقول له إيش تطلب؟ شن تختار؟ المهم بعد ما خلصنا وأكلنا وانتهينا، كان استأذن الأم، قلت لها ممكن أسولف معك شوي؟ قالت لي تفضل. قلت لها أنت ليش ما أعطيتي ولدك فرصة أنه هو يختار الوجبة؟ كانت تقول لي لا أنا دائما أطلب له. قلت لها بس إذا دائما تطلبي له أنت، معناته أنت عدمتي المسؤولية عنه، خليه يتحمل مسؤولية معدته على الأقل. يعني أقل ما فيها. فهذه قصص صغيرة وخفيفة لكنها تعطي مؤشر. أنا أعرف شخص هذا يشتكي من زوجته اللي عيالها طلبة في الجامعة وليه الحين هي اللي تدرسهم وهي اللي تتابعهم وهي اللي تقومهم من النوم، لا وتحل واجباتهم بعد. طيب شلون بنربي عيالنا على تحمل المسؤولية؟ أنا أتذكر مرة كان عندي محاضرة في أوكرانيا، فأخذني المنسق ورحنا نتمشى على البحر في أوديسا، يعني منطقة اسمها أوديسا. فوانا أمشي معاه كانوا في 2 عائلة أوكرانية قاعد يتمشون وعندهم طفلة عمرها 4 سنين. كانت تركض الطفلة ضربت ريلي وطاحت في الأرض، فجيت أنا بنزل علشان أشيل الطفلة. كان يقول لي صاحبي هذا اللي عايش في أوكرانيا 25 سنة، كان يقول لي لا دكتور لا تشيلها خلها. طبعا طاحت البنت بكت والأم والأبو يشوفونها، بعدين بروحها سكتت، بعدين قامت كانت تركض وتكمل اللعب. كان أقول له ليش قلت لي ما شيلها؟ كان يقول لي دكتور هني الثقافة في أوكرانيا، الثقافة الأوروبية، أنه إذا طاح الطفل ما نشيله، لأنه لازم يتعلم ليطاح بروحه يقوم، ولي صار في مشكلة بروحه يعالجها، يتحمل مسؤولية طيحته ويتحمل مسؤولية حل مشكلته. هذه مجموعة قصص قلت أقولها لكم في تحمل الطفل للمسؤولية. ويبقى السؤال الآن، كيف نربي عيالنا على تحمل المسؤولية؟ أنا بعرض عليكم 7 أو 8 أفكار عملية كيف إحنا نربي عيالنا على تحمل المسؤولية. الفكرة الأولى توزيع الأعمال، يعني إذا عندي 3-4 أطفال أعطي كل واحد منهم شيء، أخلي واحد منهم مسؤول العصفور وتنظيف القفص اللي في البيت، أخلي الثاني مسؤول سقي الماء للحوض، حوض الزراعة اللي عندي، أخلي الثالث مثلا مسؤول النظافة أو نظافة غرفته. أوزع المسؤوليات، توزيع المسؤوليات، وبعدين أسوي تدوير في توزيع المسؤوليات، يدرب الأطفال على تحمل المسؤولية. الفكرة الثانية اللي هي المساعدة. أحيانا أنا أعطي ولدي ولا بنتي مسؤولية معينة بس تكون أكبر من طاقته، ما في مانع أني أنا أتدخل
واني اساعده واحط ايدي، لكن ما احط ايدي في البدايه، اخليه يتحمل المسؤوليه اول. لما هو يكتشف المشقه والتعب او المسؤوليه كبيره، بعدين ادخل معاه دخله خفيفه اساعده واشعر انه قادر على تحمل المسؤوليه. الفكره الثالثه اللي ممكن انا اساعد واربي، اللي هو موضوع التاديب. يعني شنو التاديب؟ يعني اقول له يا بابا انت عليك الان عقب الغداء تشيل صحنك توديه المطبخ. خلينا نفترض انه ما استجاب. هني انا ممكن استخدم قانون التاديب. اذا كان مثلا انا مخصص له ساعه يلعب فيها العاب الكترونيه، اقول له اليوم ما راح اعطيك ساعه، راح اعطيك نص ساعه لانك انت ما شلت صحنك عقب الاكل. او انا كلفتك تسوي حق اختك الشغله الفلانيه وانت ما نفذتها. فابدا هني استخدم اسلوب التاديب. ليش؟ انا ليش قاعد اقول هالكلام؟ عشان احسسه موضوع تحمل المسؤوليه قضيه مهمه وهي قضيه اساسيه. الفكره الرابعه اني انا اعطي اوصاف. يعني شنو اوصاف؟ يعني مثلا ممكن اسمي ولدي المهندس الصغير. ليش؟ لانه دائما ملتزم في تحمل المسؤوليه. او اسمي بنتي المساعدة الإدارية. أعطي أوصاف. أو ممكن أسميه ولي العهد في البيت، أني أنا أمير البيت وأنت ولي العهد يلا، وبالتالي في بعض المسؤوليات أنت لازم تشيلها. هذه كلها أشياء محفزة وتحبب الأطفال في تحمل المسؤولية. من الأفكار اللي هو الدعم والمدح. فأنا لما أعطيه مسؤولية أقول له أنا واثق فيك أنك أنت قادر، أنك أنت تقدر تسويها. فلما أعطيه تكليف معين أقول له أنا عندي ثقة أنك أنت تقدر تتحمل هالمسؤولية. فيسمع مني كلمة تحمل مسؤولية، يسمع مني كلمة ثقة، يسمع مدح. هذه كلها من الأمور اللي تساعد. من الأفكار العملية اللي هي الصلاة. ويمكن الآن البعض يستغرب إيش دخل الصلاة في تحمل المسؤولية؟ كيف؟ الصلاة فيها الالتزام بالوقت، الصلاة فيها الوضوء قبل الصلاة، الصلاة فيها الالتزام بالصلاة، الصلاة فيها الذكر بعد الصلاة، والصلاة فيها انتظار الصلاة بعد الصلاة. هذا كله تحمل المسؤولية. إذا الطفل دربناه من الحين وعودناه على الصلاة وأنه تحمل مسؤولية الصلاة، يصير باكر أنا لو أعطيه أي عمل أو تكليف يتحمل مسؤوليته، لأنه دخل في دورة تدريبية في تحمل المسؤولية ومن ضمنها الصلاة. من الأفكار العملية أن أخليه يشارك بالمجتمع. يعني مثلا أكو بعض الأعمال التطوعية، مثلا تنظيف الشاطئ مثلا، أو كفالة أيتام. نتحمل مسؤولية يتيم وكل شهر نرسل له مبلغ، أو في السنة نرسل له مبلغ. أو نتحمل مثلا مسؤولية الحي اللي احنا فيه. في رمضان ممكن أقول له كل يوم احنا عندنا طبق بنعطيه للجيران، فأنت يا بابا توصله للجيران، أعطيه مسؤولية النقصة. يعني الخدمات المجتمعية هذه والأعمال التطوعية والأعمال الخيرية تربي في الطفل حس المسؤولية. من الأفكار العملية أن أخلي عنده دور في المدرسة، أن مثلا يشترك في الأنشطة اللي في المدرسة، أو يكون له دور إذا شاف غلط يكلم الإدارة المدرسية أني أنا شفت غلط، وإذا شاف شيء زين يكلم الإدارة المدرسية أني أنا شفت زين شيء زين. وبالتالي أنا الآن عودته أنه يتحمل مسؤولية المجتمع، وباكر هذا لما يكبر راح يساهم في تنمية المجتمع، لأن عودته من يوم هو صغير يتحمل مسؤولية الصح والغلط. إذا غلط يحاول يصلحه، وإذا صح يمدحه ويثني عليه ويعززه. هذه مجموعة أفكار تدرب الطفل على تحمل المسؤولية. تبقى القاعدة الأساسية، ليش احنا نبي الطفل يتحمل مسؤولية؟ ليش؟ أولاً حتى يدير الدنيا بنجاح، ثانيا حتى يحمل الأمانة اللي رب العالمين حملنا إياها، وهي أمانة الإسلام ونشر
الأخلاق والقيم في المجتمع ونشر رسالة الإسلام في الداخل وفي الخارج. هذه هي الأمانة اللي رب العالمين خلق آدم وذرية آدم علشانها، حتى يكونوا خلفاء في الأرض ويحملون الأمانة. فإذا احنا ما قدرنا نحمل المسؤولية ما نقدر نحمل الأمانة، وباكر هالطفل بيكبر بيتزوج بيفتح بيت بيصير عنده عيال وبتواجه تحديات في الحياة، فإذا ما كان قادر على تحمل المسؤولية ما راح ينجح. والدور التربوي دور مهم جدا، مثل ما قال علماءنا وهم علماء السلوك، شو يقولون؟ يقولون لولا المربي ما عرفت ربي. فالمربي مهم، سواء كان أم أو أب، وجزء من التربية أن نعلم الطفل ونربيه تحمل المسؤولية.